عليكم خوتنا المشاهدين، اليوم غندير لكم واحد الفيديو في هاد الطبيعه وفي هاد الطاقه الايجابيه، وغادي نهضروا منها نهضروا ومنها تمتعوا عويناتكم معايا في هاد الطبيعه هذه. غادي نهضروا على سعاد جوهره مغربيه على الفيديو الاخير اللي حطات. في الحقيقه فيديو زوين وفي المستوى، والله يعطيها الصحه لا هي للزوج ديالها ولا دوك الوليدات ديالها، لانهم هذه هي اللحظه في الحقيقه اللي كانوا كيتسناو، وهذه هي اللحظه اللي كانوا كاع المتابعين وحنا كاملين كنا كنطالبوا بالرجوع. ملي كنشوفوا ديك العائله مفرقه وفيها وليدات، كون كانت غير المراه بوحدها ما كاينش مشكل، عائله فيها وليدات والوليدات خاصهم ضروري الراعي ديالهم اللي هو الاب، الام ضروري كتكون اللمسه ديالها، ولكن الاب حتى هو ضروري يدخل ويخرج على داك الوليدات ويتقدى ليهم ويفرح بيهم ويوكلهم، راه ماشي سهله. وبالنسبه لسعاد مع الزوج ديالها كيف ما شفنا، بعد ما تلقات داك الهجوم، بعد ما تدير دوك الزوج ديالها كان كيدير دوك الخراجات وداك الكلام اللي شويه ماشي في المستوى، شفنا هاد الفيديوهات الاخيرين كانوا فيهم الحشمه وفيهم الاحترام وفيهم الوقار، وهكذا بغينا نشوفوا كاع العائلات المغربيه. وبطبيعه الحال حتى لبنى ما تظلمش وسط هاد العائله، وحنا كنشوفوها حتى هي عندها المكان ديالها وعندها البلاصه ديالها. وعلى ما اظن الزوج دار نهار عند سعاد ونهار عند لبنى، حيت كنشوفوه نهار هنا ونهار هنا. المهم الواحد هو يكون متوازن ودوك العيالات ما يجرحهمش، وحتى حتى شي حاجه اللي غادي تطلع في السوشيال ميديا وغادي توسخ لهم الصوره ديالهم كهما نساء، كان احسن وافضل يبتعد عليها هاد الزوج، ما يبقاش يحطهم في ديك المرتبه. الغزال زوين، كلام طيب زوين للمراه، ولكن بهذيك الطريقه وباش زعما بكلام وحركات وفي فيديوهات ويتحطوا كتجي ناقصه شويه. بحال هكا فلوكات، حنا طيبنا، حنا تغدينا، حنا كلنا، فيديوهات رائعين في الحقيقه وزوينين، وهكذا خاصو يكون في جميع العائلات. وكيف ما شفنا سعاد فرحانه بزاف بهذا التجمع العائلي ديالها، وفي الحقيقه ما كاين ما احسن من التجمع، وما كاين ما احسن من الصلح، وما كاين ما احسن من التسامح. كيف ما شفنا سعاد قبل في الدعاوي وفي المحاكم، وجري عليا نجري عليك، وجهها مزير ومغدوده وفقوسه، والوليدات حالتهم حاله، ودائما الضارب على الفلوس، الزوج مفراحه وهي مفراحه، اعطيني الفلوس انا ما نعطيكش الفلوس، انا مسؤوليه صعيبه عليا، الوليدات حاطاهم عند عائله، هي كتجري وتجاري باش تلم الفلوس، الزوج حتى هو يعيش الحياه وما مسوقش، وبنادم كيضحك والوليدات هما اللي واكله العصا. اما بهذا الرجوع وبهذا التسامح شفنا كل شيء قاد، ولا ديك المصاريف هي اخر حاجه واحد يهضر عليها، اي حاجه باغي يتغداها كيتغداها مع وليداته مجموعين، عوض فاش كيتسنى تا يعطيه القانون ديك الشوفه ديال النهار ولا يومين في السيمانه، وكيف ما قال هو غير في الجرده ما كيتجمع مع دوك الوليدات، ما كيحس بهم، وهذوك الوليدات مازالين صغارين، خاصهم كما تنقولوا الاب ديالهم يبقى معاهم مدى الحياه، الا ربي يبقى له العمر، الا خلى كما تنقولوا بقى العمر خاص الاب يبقى حدا وليداته. وهنيئا لدوك الناس اللي صلحوا بيناتهم، وهنيئا لينا حتى حنا حيت كنا دائما كندوا كنبغيو ندخلوا بخيط ابيض بين هاد العائله هذه، وكنقولوا دائما كلام طيب في حقهم، حتى حنا عندنا جزاء عند الله خير، وهادشي هو اللي كنا باغي نشوفوه شفناه في هاد العائله هذه، والصلح خير. وهذا ميساج لجميع الازواج اللي كيكونوا تابعين للعناد، وكيكونوا المراه باغا تنتقم من الزوج والزوج باغي ينتقم من المراه والوليدات ضايعين. نتمنى وين على الشيطان ويجمعوا شمالهم، والى اللقاء في فيديو اخر بمشيئه الله.